ودع الثوار اليمنيون اليوم 40 شهيدا في تظاهرات مهيبة عقب صلاة الجمعة في مدينة صنعاء وسط هتافات تطالب بمنع رجوع الرئيس علي عبد الله صالح مرة أخرى إلى البلاد، ويطالبون بتشكيل مجلس انتقالي والإطاحة بالنائب عبد ربه منصور هادي. وأطلق المتظاهرون على جمعة اليوم مسمى جمعة الوفاء والعهد لأهداف الثورة، وخرجت تظاهرات مؤيدة للثورة في 17 محافظة يمنية منها صنعاء وتعز وإب وصعدة وعدد من المحافظات. سريعا يمكن 6 دقائق وسعد باري بقي إلى اليمن. حالة الغموض حول الوضع الصحي لعلي عبد الله صالح، ما الذي تتوقعه حول حالة الرجل؟ يعني دائما اليمن مظلوم، والله احنا ظالمين اليمن، والله ان ثورة اليمن من اشرف الثورات العربية. تخيل بلد فيها 50 مليون قطعة سلاح، وحتى هذه اللحظة ما زال الشعب اليمني متمسك بسلمية ثورته، والله العظيم انجاز. حتى البعض بيقول لك هو رئيسه ظالم، والله العظيم والله مظلوم منا ومظلوم من الاعلام العربي، والله هذا الشعب لم يعطى حقه، هذه الثورة اليمنية لم تعطى حقها، والله انهم رجال، والله انهم شرفاء. فأنا في تقدير الآن اليمن يقترب من النهاية، يعني نهاية عهد علي عبد الله صالح، 32 سنة من الحكم. هذا الرجل يعني له إنجازات وله عليه عيوب ومآخذ كثيرة، يعني علينا ألا ننسى بأنه يعني عمل وحدة في اليمن وحافظ على هذه الوحدة، وإحنا كلنا طموحاتنا كوحداويين أن تتوحد مش بس الدول العربية وأشطارها، أولا نمنع التقسيم ثم ندخل في وحدة شاملة. لكن للأسف يعني الفساد والفساد والفساد والمحسوبية كل هذه، يعني أنه الشعب اليمني واللي واحد من أكثر 20 شعب في العالم فقرا، يعني يحتاج إلى 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 يعني معاملة أفضل، ويحتاج إلى حكم أفضل. بس هو مش راجع يعني قادة الرجل خلاص. أنا تقديري يعني الآن هذه حجة أو ذريعة. الرئيس علي عبد الله صالح كان دائما يقول أنه يريد أن يغادر اليمن بكرامة، يعني بكرامة وبعزة نفسه ويحفظ كرامته. الآن حقيقة هذا يعني كرامة له، هو لم يهرب من اليمن، يعني لم يهرب مثل الرئيس علي عبد الله، مثل الرئيس زين العابدين بن علي، هو لم يهرب مثل كمان الرئيس حسني مبارك ويلجأ إلى مثلا، هو ذهب إلى المملكة العربية السعودية للعلاج. هذا مخرج كريم له ومخرج كريم لأسرته، خاصة الرجل حكم 32 سنة وقال أنه زاهد من الحكم في الحكم. طيب غادرت الآن، رحت إلى السعودية، الآن أنت في علاج، مرحلة علاج. طيب خلاص يعني كفاية أنه يعني خلي الحكم. وكانت المبادرة الخليجية اللي قبل فيها الرئيس علي عبد الله صالح تنص على أنه يسلم الحكم اللي هو عبد ربه منصور هادي أنه يستلم الحكم لفترة 60 يوم، بعدين تصير انتخابات. جميل جدا. وهي الرجل الآن يعني ممتاز أنه يصير في تسليم الحكم، نقل صلاحيات الرئيس لنائب الرئيس الجمهورية، يصير في انتخابات، يصير في مصالحة بين الشعب اليمني، هذا الشعب الطيب الكريم، هذا الشعب الوفي، هذا الشعب. بس هو حتى يعني لحظة سلام داري، حتى هذه اللحظة في يعني نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الرجال اللي حول الرئيس علي عبد الله صالح أولاده والحلقة الضيقة تقول إنه راح يرجع وإنه الرجل لن ينقل يعني صلاحياته، حتى دستوريا لا يمكن أن نقل الصلاحيات حتى يرجع هو يتصرف في. يرجع لماذا؟ يرجع لماذا؟ يعني خلاص هو بده ينقل الصلاحيات ويمشي، هو قبل المبادرة الخليجية وحتى قبل ما يعني يصير في محاولة الاغتيال له، يعني اللي ما زالت غامضة حتى هذه اللحظة وهي من داخل القصر وليست من خارجه حسب كل الترجيحات. طيب الآن هو إذا بده يرجع حتى يسلم الصلاحات ويغادر. طب ما خلاص يغادر يا أخي، هي إيش إحنا وين إحنا في يعني ما شاء الله الدستور العربي، الدساتير العربية محترمة والصلاحات الدستورية ما شاء الله، إحنا في سويسرا يعني ما إحنا عارفين الدستور بتغير في ربع ساعة وتغير في سوريا في ربع ساعة بالتسقيف وانتهت القصة، وفي مصر بمسكوه بغيروه في ساعات ونفس في لحظات، ونفس الشيء في الدول العربية ثانية. الدساتير مجرد يعني إيش بديش أحكي. طيب بدي أسألك آخر شيء سؤال باري، الموقف السعودي في جدل الآن حول أن السعودية هل تريد أن يعود علي عبد الله صالح وتدفع باتجاه عودته، أم أنها تريد خلاص انه يعتبر انه يعني وقع على المبادره الخارجيه والرجل يظل يعني جالس في الرياض؟ المملكه العربيه السعوديه يعني ستدفع ثمنا غاليا جدا اذا اهتز استقرار اليمن. مصلحه السعوديه في استقرار اليمن، لانه اذا تحول اليمن الى دوله فاشله اكثر دوله ستعاني من ذلك هي المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج ايضا. يعني الشعب اليمني لن يصمت على الجوع، يعني الشعب اليمني لما بيشوف المملكه العربيه السعوديه بتروح تضيف الاردن لمجلس التعاون الخليجي هو جائع مش لاقي ياكل بيجري وراء الضب حتى ياكله، يعني هذا خطر على السعوديه. كيف بتنام وجارها جائع مش لاقي ياكل؟ فايضا كمان القاعده موجوده، قاعده مين رئيسها؟ ناصر الوحيشي. طيب ومين نائبه؟ سعودي.
هؤلاء الناس. طب إذا صار اليمن دولة فاشلة هتعاني المملكة العربية السعودية. ما هم قاعدوا ثلاث شهور يحارب الحوثيين ولم يقدروش ينتصروا عليهم. ثلاث شهور عندهم F-15 وF-16 وعندهم اللي هو هوكس وعندهم تورنيدو وعندهم كل الدنيا، وقعدوا ثلاث شهور لما هزموا الحوثيين وهم مع حفاة. طيب يعني كيف لو صارت انفجر الصراع في اليمن؟ فمن مصلحة المملكة العربية السعودية، من مصلحتها الاستقرار في اليمن. الاستقرار في اليمن هو عبر صناديق الاقتراع، عبر الانتخاب، عبر الديمقراطية. هذا الشيء اللي لازم تشجع السعودية، ولازم تقنع الرئيس علي عبد الله صالح انه خلص يعني 32 سنه من الحكم كفايه. وانه هو الرئيس علي عبد الله صالح قال لا تمديد على ولا رئاسه جديده ولا خلص فتره رئاسيه ثانيه. طب خلص انتهت الان، لا تجديد لا تمديد للمجلس الشورى ولا مجلس النواب ولا لفتره رئاسيه ثانيه او خلص. يعني عمليا من الافضل انه يقنع الرئيس علي عبد الله صالح يا اخي انت مريض وانت حروق، وحروق فيها 40% من جسمه محروق وشظيه عن صدره والحمد لله على سلامته ونجا، وهو الرجل يعني في الستينات من عمره. يا أخي خلاص كفاية يعني. إذا بحب اليمن، إذا الرئيس علي عبد الله يضل في الرياض، يضل في الرياض وبعدين خلاص، وبعدين يصير انتخابات والشعب اليمني يدبر أمره. يعني هو يعني ما فيش إلا الرئيس علي عبد الله صالح. يا أخي ما هيك يعني اليمن شباب كثار في ساحات 25 مليون يمني وفيهم عقول كبيرة وعقول جميلة، والله شعب جميل. إن شاء الله إن شاء الله تنحل أزمته قريبا. أعطونا كمان دقيقة أستاذ باري. كان السؤال إلى أين تتجه الثورات؟ يعني صار في تشويه في بعض الثورات هنا هناك، صار في تخوف. أنت شايف الأماكن اللي فيها ثورات إلى أين تتجه الآن؟ يعني يعني شوف كل جميع الثورات العربية ثورات مشروعة، ثورات مشرفة، لأنه في قمع، لأنه في إهدار لكرامة الإنسان، في إذلال للإنسان العربي، في فساد، حرم الإنسان العربي من حقه في العيش الكريم. طبعا هذه ثورات مشروعة. الثورة في مصر مشروعة، والثورة في تونس مشروعة، والثورة في ليبيا مشروعة، والثورة في اليمن مشروعة، والثورة في سوريا مشروعة. هذه الأنظمة اللي اعتقدت إنه هذا الشعب مجرد قطيع، لا، هذا القطيع الآن، هذا الخرفان صار لها أنياب الآن، صارت لها مخالب. هذه الخرفان اللي كانوا بيعتقدوا إنه خرفان، صارت أسود وستنتقل إلى دول ثانية. لكن في محاولة للغرب لخطف هذه الثورات العربية. الغرب الآن اللي بيعمله في ليبيا محاولة لخطف الثورة العربية في ليبيا ومنع ثورات عربية أخرى. لما تحدث توني بلير، هذا الذئب، هذا اللي قال إنه يجب أن تكون controlled revolutions، controlled changes، يعني إنه تغيير متحكم، في هذا هو اللي نراه في ليبيا. يجب الشعب الليبي أن يفشل بلير ويفشل الناتو ويعزز ثورة. بدأنا بليبيا وختمنا بليبيا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة القدس العربي، شكرا على التحليل.